في البداية أبدأ معك أستاذ العباس الوردي، ما هو سياق انعقاد هذا المؤتمر الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية والتي انعقدت في العاصمة الرباط؟ بداية أخي كريم، شكرا على الاستضافة. الأمر يتعلق بدور استراتيجي بمكان تقوم به المملكة المغربية، اعتبارا لتوجيهات الملكية السامية والسديدة التي ما فاتئ جلالته حفظه الله، يؤكد من خلالها على أن العمق الإفريقي وعلى أن الإفريقية برمتها تهم المغرب، لأنه يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. كذلك هذا الاجتماع هو تحصيل حاصل لما تم الاتفاق عليه سنة 2009 على إثر انعقاد اجتماع الرباط أو قمة الرباط، التي كانت مهد هذا التوجه الذي على أساسه يناقش أكثر من ممثل دولة يبلغون 21 و 15 منهم ممثلون على مستوى الوزاري، مجموعة من القضايا الاستراتيجية بالمكان كالأمن والسلامة وكذلك الطاقة وكذلك الاقتصاد الأزرق وغيرها من الإشكالات والمعيقات التي يمكنها أن تفكر على أساس هذا التوجه بصوت مرتفع، وتؤكد من خلالها تلكم المكانة الاستراتيجية والمرموقة التي تحظى بها المملكة المغربية كفاعل رئيس وكبوابة لإفريقيا، من خلال تمهيد الرؤية وكذلك بسط الرؤى نحو مجموعة من القضايا التي على أساسها نشكل محطة للتينك تانك أو للتفكير الاستباقي بين مجموعة هذه الدول 21 المطلة على الواجهة الأطلسية. وبذلك يمكننا أن نقول على أن المملكة المغربية هي فاعل رئيس على المستوى الإفريقي وعلى أكثر من صعيد، ومع حضور هؤلاء الممثلون لهذه الدول 22 لا خير دليل على أنها تحظى بثقتهم، وعلى أنها كذلك تؤكد هذه المجموعة الدولية على أن للمغرب دور فاعل في بناء سياسة إفريقية على أساس تعاون جنوب جنوب، وكذلك على أساس مجابهة الصعاب في هذه المرحلة بالذات، تفعيل الأمانة العامة فيه أكثر من إشارة. الإشارة الأولى تتجلى في أن الوضعية الراهنة تقتضي الالتحام واللحمة بين جميع مكونات هذه بطبيعة الحال البؤرة الاستشرافية وكذلك ذات البعد التفكيري ذي الصبغة الاستراتيجية وكذلك. أستاذ العباس الوردي، سوف سنعود نعم سنعود لكل هذه النقاط، وبالتالي مسألة تفعيل هذا المؤتمر ودور المملكة في